السلام عليكم. اللي نجدو قولي فلت، نجم نقول لكم احنا كل فدي. صدقوا ولا ما تصدقوش، انا فد اكثر منكم. علاه؟ لانه الكثير والاغلبيه من الناس اللي فاده غلطه في تفسيرها للفده نتاعها. فدين من السلفيين، انا مش مفديني السلفيين، اللي مفددني اللي حرك فيهم. لازمنا نفهم جماعيا وانه السلفيين غصن من شجرة النهضة، مساك في يد النهضة تهمس فيه بالشعب مش يتفهم. واللي صار في جندوبة وصار في الكاف وصار في توزر وصار في قبلي وصار في المرسى، هذاك الكل يعرفونا مغرومين بالقلت، يعرفونا وأن نحبوا ونهواو السباحة في القلتة والبحر قدامنا. يلزمنا نفهم وأن الكوميديا هذه الكل، الفوضى القائمة هذه فوضى مبرمجة لغاية، وهي انقلاب بأتم معنى الكلمة، انقلاب في الحكم. بدا حطاني يديهم على وزارة الداخلية، بدا بالمعتمدين والولاد. نحب نفتح قوس في النقطة الثانية هذه، أعرف الخبث السياسي وين يمشي. جبس حط والي ما عنده حتى كفاءة، الجوابسية فاقوا به مشكوري، فدوا منه خرجوا باش يعملوا له الدجاج. من غدوة يخرجوا ناس من المنزل يمشيوا للجارة يرزقوا لهم مضربهم تاع الجمعية. كيفاش نفهمها للشعب التونسي كله؟ المنزل والجارة هذه كما باب سويقة وباب جديد. تصوروا ناس من باب سويقة تمشي موتورات لابسين تنويات الاسبيرانس ويرزقوا ضربوا الاسبيرانس باب جديد، عمرها ما جرات. ولو انه فما كره ما بين بعضهم رياضي ساعات موش به، ولكن فما خطوط الحمر في جابس عملوها، الكبارات رايضوها من شركة المنزل وجر مشكورين. من غدوة العملية مشاو على موتورات شباب لابسين تنو المنزل ستاد كابسيان مستقبل جابس، مشاو مع جابس مشاو مع بعضهم للولاية فهموا اللعبة. حب الحياة شوفين يحبوا يدخلونا لبعض. الفوضى هذه اش تعطيهم؟ عطاتهم ما نقولوا احنا بحجرة تضرب عصفورين، بحجرة ضربوا ثلاثة عصافر. نعزيكم في هذا، ضربوا الديوانة الأول بإشارات ربانية. الخليفة السادس يهبط البرت بن زرت البرت رادس، يعمل لك الفيلم كأنه بن علي وقف قدامك. من بعد بنهارين يعمل على منوال الخليفة السابع اللي هو بن علي، يعمل مجلس وزاري مضايق وبإشارات ربانية، ويد الله فوق الجميع، المنصب بيتحرق. أنا رأى إشارات ربانية تبديل مافيا بمافيا، عملها بن علي هذه. السيستم تاع النهضة كوبي كولي على بن علي. البنك سنترال النابلي مقلق، قاعد يقول في الحقائق يزمهم من ناحية. ثالثا العدالة، توانسة كل احنا غاضبين من العدل ومن الهادي الجيلاني اللي مسيب ومن مروان مبروك. صارت السجون التونسية تمشي بالرؤية، قيس بن علي تسيب ومن بعد يفيقوا به، لا مازال مهزلة. اش نعمل؟ مخدومة اي ناحية 81 قاضي، الكومينيكيش يقول هذوما ما استقاموش بعد الثورة. شكون يقرر؟ سيل بحيري. معناتها اليوم صار تصفيه حسابات كما عمل الراشحي في وزاره الداخليه. اليوم القاضي لما يغزل له البحيري ينحني من غير ما يعطيه اوامر. وكيفاش باش ينحني؟ راهو فما ليستا اخرى. وشكون يقررها؟ الوحيد هو البحيري. رزق سيد الوالد اعطيناه، اعطيناه الثوره، اعطيناه ديمانا، ديما اولادنا اعطيناه هو. هنيئا لك. والناس فاده وانا فادت. علاش اكثر؟ فما لعبه قاعده تلعب كما المسرحيه، الركوب على الثوره لك دو، وهو لو بيزاج بوليتيك. فاقوا لي بالترويكا ترشقت، ترتور كارتاج ولا يطالب باستقاله الحكومه مش بلاش، باش يظهر كان نحاوه هو بطل مدهن، واذا كان خلاوه يعرف باش يبيع ويشري. التكتل
الحزب الوحيد في العالم اللي عنده منتخبين في هيئة منتخبة أكثر من منخرطين، ما نحكيوش عليه. النهضة توا يلزمها توسع وعندها الخيار في ذلك. لما نراو كيفاش البي دي بي ترشق والسي بي ار ترشق، سي بي ار 26 اللي انتخبوهم 20 نهضويين، أنا ديما نقول في البي دي بي عندهم أولادهم اللي انشقوا معروفين تاريخيا، قاعدين يحبوا يحربشوا لنا حاجة أخرى، قاعدين يتعاركوا مع الأمريكان. الأمريكان يحبوا على بلجيكا السبسي، وهم يحبوا يعملوا لنا طبقة أخرى ترضي الناس كل، وينجم يكون رئيس دولة مثلا. ولد فرحة حشيد مشى دق على باب الغنوشي، أنا كنت سخلي باش يدق على باب الجامعات باش يفهمهم شو معناتها أحبوا كي تونس. والغنوشي قال ثلاث مرات تعرض لفرحات حشاد وحب كل تونس في تاريخه الكل، عمره ما يتعرض ما يقول قال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا وإلا سبحانه وتعالى، مش بلاش. هذا الشيء اللي يؤلمني في تونس، قاعدين يلعبونا في لعبة أخرى. وأنا لما نفهم ونمس تأسيسي كله قذر يزمنا نسيانه ومسحن وقت الرو الحقيقة. والحقيقة الأخرى يزمنا نروها، شطقونا في بن علي. دخلت المطعم في المرسى، كان يمشيوا لدار الترابيزية وكل، عندي قرن ما مشيتلوش، نفكر الشباب نتاعي قلت ما نمشي شوف. واحد قاعد بحث خطيبته هكا، ولاد شباب، قال لي والله وقت بن علي خير. قلت عليه وقت كان جاعي من الترابيزي يفك لك خطيبتك ويخرج خير، شطقوك فيه بن علي. عدى ليلة كاملة هو ياكل ويغص ما يغزرليش. هذا المخطط اللي قلت عليه نهار 13 جوان 2007، نخاف على تونس لجيها نهار نشتقوا فيها بن علي. والسلفيين اللي مخلوضينها لعبة عند النهضة، لما تاخذ الحكم تضربهم باش تستعطف الشعب اللي اليوم اللي غاضب عليه. هذه هي اللعبة وهذا هو الانقلاب. قولوا لي شنو الحل؟ حل واضح والحلول ما عندياش بالفلوس، مش نكريكم في الحلول. قلتها نهار 14 جامي وقت اللي أنا في كندا قبل أسبوع ما نهبط، وقت اللي فؤاد المبزع أخذ الحكم والغنوشي، قلت لكم رأيت لعبت راهو يزم هيئة عسكرية أمنية. اليوم أنا أمنيتي وأنه الجيش وقوات الحرس والشرطة يعملوا هيئة لإنقاذ تونس. تونس ما عاشاش بحكومة إنقاذ وطني مع التراتير السياسية هذو اللي تبيع وتقلب في الفيستا، ونعملوا هيئة معناتها عليا لتنظيف القضاء. وقتها نفهم تبدأ شفافة، كل واحد يخرج عليش، تو يخرج لك واحد من القاضي يقول لك نحتفظ لنفسي كوزارة باش نحيل بعضهم على القضاء. وفي الزعيمة التلفزة والإعلام يورينا في حي شعبي ناس تبيع في البيرة، يا ما أخطأ اللي بيع في البيرة في النوار ولا قاضي رتشاء وقاضي كي توقفوا عندك علاش يتعديه يا تسيبه ترجعوا يخطي. هذه هو اللعبة اللي قاعدة تلعب سياسيا. ونعرف الشعب فدت وراني فديت أكثر منكم، ولكن مش قول لكم فديل فديك والله إن فدتكم أكثر من اللي أنا فدت حتى اللي نتراو الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.